على جهة الناقة اليمنى، وصلت لسليم، يمر سليم وتصويبة ضعيفة، صدمت الكرة وراحت عند سليم، والمحاولة ما زالت نصراوية، وسقوط على أرضية الملعب، وحكم المباراة الآن يمنح كريستيانو بطاقة، يمنح كريستيانو ذلك، يعطي القرار لحكم المباراة. شوف الكرة وسقوط سليم، سقوط سليم مع حرزان، حرزان كان في هذه الكرة واشتراك في هذه اللقطة على قدم سليم في محاولة كانت سليم يريد أن يتقدم للنصر من دون شك، يتقدم الآن كريستيانو، لا يمكن أن يضيع، لا يمكن أن يضيع مثل هذه من ضربة الجزاء، لا يمكن أن يضيع مثل هذه الكرات، حط الكرة، حط الكرة، صعبة على براغا، صعبة على براغا، وتقدم وسجل هدف الشخصي رقم 13 في هذا الموسم، بالرغم من أن حضر في القسم الثاني ترقب، وفرحة كبيرة، فرحة كبيرة.